السلام عليكم البنات، خوتي اخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي صحة جيدة، ورمضان كريم وعواشركم مبروكة. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل صلاة والسلام. اليوم البنات جيتكم بهذا الاقتراح، هذا البسيطلات مالحين بالحوت الدادين ان شاء الله. جربوهم يعني بنفس المقادير وبالطريقة اللي غادي نخدمهم إن شاء الله. بالشرمولة، يعني النسمة ديال الشرمولة المغربية ديال الحوت اللي كنداولوها في الشرمولة ديالنا في الحوت، كيجي ولدادين ما تشبعوش منهم البنات. جربوهم على ضمانتي، ونتمنىكم إن شاء الله يعجبكم الفيديو، وندوزوا للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، هنا أنا عندي هنا فواكه البحر، عندي ربعة، وعندي الكالامار، الكالامار عندي ربعة تهوى، والحوت عندي الحوت البيض اللي بغيتو، الميرلا، الصول اللي بغيتو، الفرخ اللي بغيتو. عندي العطرية ديال اللي كنديرو في الحوت كاملة، الهريسة، فلفل أحمر، الكمون، الحامض مصير، شوية الخرقوم، شوية السودانية، الملح. انا هنا عندي الحامض مصير، وعندي الكورنيشون، وعندي الزيتون. هذوك هاد ثلاثه د المواد غادي نطحنهم، غنميكسيهم. وعندنا الربيع، القزبور، والمعدنوس، ومعلقه ديال صلصه الصوجا، وعندي زيت الزيتون، والشعريه الصينيه، والورقه اللي كنخدموا بها الورقه البسطيله. هنا راني طحنت مع داك الحامض مصير والكورنيشون والزيتون. غادي ندوز ندير الربيع. انا هنا الربيع كان عندي يعني في الكونجيلاتور، درت القزبور، درت المعدنوس، هنا الفلفل الحمراء، الكمون، شويه الخرقوم، شويه السودانيه. المهم العطريه اللي كنديروا في الحوت، هنا عندي صلصه الطماطم، وعندي شويه الهريسه، ما تكتروش، الدراري الصغار راه تيجيهم ديك الشي حار. هنايا ملعقه صغيره الملحه، لان الكورنيشو محمد، الزيتون حامض، الحامض مصير حتى هو، ملح، يعني نديرو كميه قليله. وعندي الثوم، جوج فصيصات ديال الثوم. هنا غادي نضيف ديك الزيتون والكورنيشو والحامض مصير اللي طحنت، غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نخلط هاد لا ماريناد او هاد الشرموله ديالي، غادي نخلطها مزيان، وغادي نخليها جانب. وغادي ندوز ان شاء الله باش نقطع الشعريه الصينيه. الشعريه الصينيه كنديروا الماء حتى تيطيب مزيان، كيوصل لدرجه الغليان، وكنرميو فيها الشعريه ديالنا، وكنعينو واحد الخمسة دقائق، وتنصفوها من الماء وكنقطعوها. هنا غادي ندوزو، غادي ندير معلقه د الزبده وزيت الزيتون قياس واحد جوج معالق، او زيت نباتيه اللي بغيتو. وغادي ندير داك فواكه البحر او لي فروي دو مير ديالي، غادي ندير شويه د الملح البنات، والفلفل الاسود يعني البزار، وهنا عصير حامضه. غادي نشحر هذا لي فروي دو مير. هذا الكالامار البنات عطلتو، لان فاش كيطيب بزاف كيولي عازي، يعني هي شويه ونزولوه. وفي نفس هذيك المرق اللي خلانا ديك فواكه البحر، غادي ندير هذا النوع، هذا الحوت اللي اختاريت انايا، الحوت الابيض، داير بحال الشكل هذا، سميتو الالاسكا، يعني حوت الالاسكا. المهم نتوما تختاروا اللي بغيتو، يا ميرلون، يا صول، يا بواجو، يا فرخ، اللي بغيتو. المهم هي كل حوت ابيض. هنايا ضروري عصرت واحد العصير هذا الحامض، ولا احتاجيتو الفلفل الاسود او الملح ديرو شويه. هنا من بعد ما طابلي كنزولو دغيا، كيطيب داك الحوت الابيض. في نفس ديك لاصوص غادي ندير الشعريه الصينيه ديالي باش كتشرب ديك النسمه ديال الحوت. هنا من بعد ما زولت الشعريه ديالي في نفس المقلاه البنات، ما بدلتش كاع المقلاه، غادي ندير الشرموله ديالي د الحوت، ونقلل العافيه باش ما تحرقش معايا ديك الشرموله.
غادي نضيف داك فواكه البحر، وغادي نضيف الشعريه، وهنا في الاخير غادي نضيف صلصه الصوجا. وهنا بعد ما بردات لي الحشوه ديالي غادي نحك عليها شويه الفروماج. هذا الفروماج كيخليها معلقه وكيخليها زوينه لذيذه. حكيت فيها الفروماج، والفروماج كيبقى اختياري، لان من بعد غادي ندير داك الفرماج ديال الساندويتش حتى هو غادي نزيدو. المهم هنا غادي ندوزو، غادي ناخذ زلافه فين غادي تاخذوا العبار البسيطلات ديالكم. انا هنايا كندير هاد لي ترونش ديال الفرماج الساندويتش ديال الهامبرغر، وغادي ندير تقريبا سيرو بنفس القياس. الا درتو جوج معلقه خصكم تمشيو فيها في البساطه الكاملين باش يجيو تقدا وحده. هاد الحوت هذا ما خلطتوش، داك الحوت الابيض خليته طريفات هكاك، باش فاش يعني تاكلي البسطيله كتحسي بديك في العضه، كتحسي بالحوت. وهنا دايره خليط من الزبده والزيت، بهم كندهن هاد الورقه ديال البسطيله ديالي. حنا هنا الورقه هنا ما عندناش بحال البلاد اللي كنشريو د العبار، يعني هذه هي الباكيه، يعني كتعذب شي شويه، ولكن كنحاولوا معها باش يعني نخدموا مع بها يعني هاد المملحات او المعسلات ديالنا اللي كنديروا في شهر رمضان. هذه هي البسطيله ديالنا. انا درت جوج ورقات في بسطيله، لان منين كنجرب كندير هي وحده كتجيني بسطيله هابطه، وانا كنبغيها شويه الفوليوم ديالها تكون طالعه شويه، يعني تكون مهزوزه باش كتجي العين زوينه. هنا مشيت بجوج معالق تقريبا، كندير جوج معالق ديال الحشوه، وكندير هاد الطريفين ديال هاد الحوت الابيض خليته جانب ما خلطتوش، وكنجمع كندهن هادوك الجوانب بالخليط ديال الزبده والزيت نباتيه، وكنجمع. راكم عارفين الطريقه، يعني سهله كيفاش كنجمعوا الجوانب، كنحطها وكنولي ندير الورقه الثانيه وندير هذيك الاولى فيها، عاود ندهن الجوانب بالزبده والزيت وكنجمعها، وكنحاول نمشي نبليي شويه بشويه طريف طريف حتى تنجمع داك الحواشي كامله، وكنحصل على بسطيله. هنا انا درت معاكم هذه الثانيه، وغادي نزيد معاكم الثالثه باش تشوفوا هي الطريقه سهله. يعني اللي مهم هو ان كيفاش كنوجدوا الحشو ديالنا، والمراحل كيفاش طلع لكم ديك العقده لذيذه وزوينه. اما الطريقه ديال اللف راها سهله البنات، كنديروا ديك طرونش الفخوماج وكيبقى اختياري، وكديروا الحشوه ديالكم وكنديروا داك الطرف ديال الحوت. وهنا كنعاود ندير الثانيه باش تجيني البسطيله ديالي باينه وعامره. انا كنت كنجرب كندير هي ورقه وحده كتجي هابطه البسطيله، ما كتجيش طالعه صافي. وكندهن بالخليط الزبده والزيت وكنجمعهم، وما هادو البسطيلات ديالي. غادي ندوزو هنايا وغادي ندهنهم بديك الخليط الزبده والزيت اللي بقالي، غادي نخلطهم. تقريبا ديك الكميه عطاتني 9 ديال الحبات، تقدروا طيبوا هي ديك الشيء اللي هتحتاجوا، يعني ماشي ضروري طيبوهم كاملين. هنايا دهنتهم مزيان، دخلتهم للفران بعد ما تحمروا من التحت ومن الفوق، هي على الورقات البسطيله، اما الحشوه راها طيبه. هادو هما انا زينتهم بهاد الوريضات الفروماج نيت ساندويتش، ودرت لهم هاد الكروفيت، هاد لي كوردون بالكروفيت، وحطيت حداهم طرونش الحامض. وهادو هما البسيطلات، صدقوني يا البنات جاو لذادين لذادين، والحشوه معلقه ولذيذه، ما نقول لكمش البنات واحد اللذه اللي جات فيهم. نتمنى ان شاء الله البنات هذا الفيديو هذا يكون عجبكم ونال الرضا ديالكم، واقتراحي اليوم يكون عجبكم ايضا. نتمنى ان شاء الله اللي ما مشتركش معايا في القناه يشترك فضلا وليس امرا، ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد مني. ولا تنسوني من تعليق في محتوى الفيديو،
طبعا محفز اللي غادي يجعلني نجيكم دائما بحاجة زوينة وجديدة. نقول لكم إلى اللقاء في فيديو آخر. مع السلامة، أحبكم في الله. وهذه هي البسطيلة ديالنا، بعد ما غادي نحلها غادي تشوفوها كيفاش معلكة، وداك الفخوماج ديالها كيفاش جاي. نقول لكم إلى اللقاء، مع السلامة.